حقيقة ان مهم انك تتابع الاحداث ومجريات الاحداث بغض النظر كبيرة او صغيرة طالما هي بتحظى باهتمام الرأي العام. لكن هي بتحظى باهتمام الرأي العام ولا احنا اللي خليناها الإثارة؟ بتحظى بتحظى اهتمام من جانب الإثارة مش اكتر. يعني ما بنقولش انها ما تتغطاش بس كل شيء ياخد وزنه الحقيقي. طبعا زيارة بالحجم ده كان المفروض ان يبقى فيه تركيز عليها لانها مش زيارة شخصية، زيارة يعني خاصة ببلد وخاصة بمستقبل بلد وخاصة بعلاقات بتتسع لمصر مع دول العالم. لو احنا تذكرنا يوم 30 يونيو كانت مصر في عزلة شبه كاملة، طبعا حتى في محيطها العربي ما كانش فيه غير خلينا نقول 6 دول تقريبا، يعني دول الخليج مع الأردن هو اللي كان موقفها واضح من اللحظة الأولى، بالذات السعودية والإمارات. فقدت حاجات كتير جدا سواء عضويتك في مجلس الامن او الاتحاد الافريقي او حظر السياح، كل حاجه كل حاجه كانت مصر تقريبا في عزله. انما اللي عايز اقوله ان خلينا نشوف دلوقتي الصوره ايه. الرئيس السيسي زار، ابتدت المساله من زيارته وحضوره للقمه الافريقيه تمام. في غينيا الاستوائيه. مصر استعادت عضويتها في الاتحاد الافريقي، اصبحت رئيس لجنه رؤساء الدول والحكومات المعنيه بالتغير المناخ، مثلت افريقيا في قمه باريس الخاصه بالتغيرات المناخيه، قدمت مبادرتين، المبادرتين لاقوا قبول الدول المشاركه في المؤتمر والقوى الكبرى اللي هي المعنيه بسداد تكاليف اثار التغيرات المناخيه. يعني بنتكلم في 100 مليار دولار حتى عام 2020، مبادرتين تحديدا، واحده بتتعلق بالطاقه الجديده، واحده بتتعلق مع التكيف مع اثار التغيرات المناخيه في الدول الناميه والاكثر فقرا ومعظمها في افريقيا. مبتدا.com